على سيدنا محمد النبي الأمي على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وأتباعهم لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد وبعد. وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه وبعد. اقرأ البيت كده، هات من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشاعر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد، وقد عرى الدين عن التوحيد، فارشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. وصلنا إلى هذا البيت. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. فأول كلمة في البيت إيه؟ وبعد. ما المراد بكلمة وبعد؟ هي في الأصل إيه؟ أما بعد، فحذفت أما وعوض عنها إيه؟ الواو. والكلام في أما بعد يدور على إيه؟ كم مسألة فاكرين؟ على 9 مسائل في كلمة أما بعد. الخطباء مثلا يجي يوم الجمعة يقول المقدمة، يقول أما بعد، وهو لا يدري أن تحت هذه المسألة كم إيه؟ تحت هذه الجملة أو الكلمة 9 مباحث إيه؟ علمية. أول شيء في أما، يعني في المراد بإيه؟ لأما جواهر. ثانيا في موضعها، يعني متى يؤتى بأما بعد، يعني مزاجك تجيبها مثلا ولا لها مكان تجيبها فيه. طيب الكلام في إيه؟ في أما. 9 إيه؟ مسائل أو 9 مباحث. الكلام في أما، الكلام في موضعها، الكلام في معناها. معناها ايه؟ يعني ايه معنى اما بعد؟ ثانيا كان دلوقتي، رابعا اعرابها نعربها ايه؟ خامسا العامل فيها، يعني ما هو العامل؟ سادسا اصلها، اصلها ايه؟ سابعا حكم الاتيان بها، يعني لو واحد خطيب مثلا في الجمعة او في العيدين أو في المناسبات وقال الحمد لله وقال الشهادتين والصلاة على النبي ولم يقل أما بعد، حكمها إيه؟ يعني حكم الإتيان بها، يعني إذا لم يأتي بها هل هو آثم؟ أو إذا أتى بها هل يثاب على ذلك؟ هل يعني حكمها يعني حرام ولا مكروه ولا مستحب؟ يعني تدور حول الأحكام الخمسة. أول من تكلم بها، يعني مين أول واحد قال أما بعد؟ باقي كم بعد كده؟ واحد اللي هو الفاء بعدها. يعني إذا واحد قال أما بعد ولم يأتي بالفاء، يعني أما بعد فيقول الله تعالى، أما بعد فإن أصدق لازم الجواب يقترن بالفاء. فإذا لم تأتي بالفاء يبقى إيه الحكم؟ يبقى الآن هنتكلم في كم مسألة؟ 9. في 9 مسائل. أول شيء قلنا إيه؟ الكلام في أما. علي صوتك. يعني المسائل اللي تحت أما بعد 9. أول حاجة هنتكلم في أما. ثانيا في موضعها. لسه لما نخلص بس، هو بعد واما بعد ثم اما بعد، خلينا نحل الاشكال اشكال. نعم. اول حاجه اما، 2 موضعها. نعم. معناها، معناها ايه؟ معناها. 4
إعرابها، 5 العامل فيها، 6 أصلها، 7 حكم الإتيان بها، 8 أول من تكلم بها، 9 الفاء بعدها. أول حاجة هنبدأ بها إيه؟ أما. أما ذي لمجرد التأكيد، يعني لما نقول أما المقصود بها التأكيد، زي أما كذا وأما كذا، بيفصل وإيه؟ ويؤكد. نائبة عن مهما ويكن، يعني أما ذي تنوب عن كلمتين اللي هما مهما ويكن، مهما ويكن، يعني كلمتين مهما ويكن. خلاص فهمنا دلوقتي الكلام في أما؟ هي لمجرد التأكيد نائبة عن مهما ويكن، واضح كده؟ بعد ذلك الكلام في إيه؟ في موضعها، يعني متى يؤتى بأما بعد؟ عند الانتقال من أسلوب لآخر ومن غرض لغرض. يعني أنا انتهيت من المقدمة ومن الحمدلة البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء مثلا أو الاستغفار أو شكر الحاضرين، فأريد أن أنتقل إلى غرض آخر، يعني أتحول من أسلوب لأسلوب. يبقى السؤال موضوعها، يعني متى يؤتى بها؟ عند الانتقال من أسلوب لآخر ومن غرض لغرض، فلا تقع بين كلامين متحدين. يعني إذا كان الكلام واحد ما يجيش فجأة كده تروح تقول أما بعد، تبقى أنت مجنون. الكلام إيه؟ متصل. يبقى لما يكون كلام منفصل عن اللي قبله، يعني يؤتى بها من الانتقال من غرض لغرض آخر أو من أسلوب إلى أسلوب، يعني لا تقع، خد بالك موضعها، لا تكون أما بعد في أول الكلام ولا في آخره. يعني ما يصحش أول ما تبدأ على طول مباشرة من غير مقدمة تقول أما بعد، ولا لما تختم الكلام تقول إيه، إنما يؤتى بها بين كلامين ينتقل من أحدهما إلى الإيه؟ إلى الآخر. ولذلك تسمى إيه؟ فصل الخطاب، يعني بتفصل. وآتيناه الإيه؟ سيدنا داود، واذكر عبدنا داود، قال أتاك الذبح، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، إن سبحنا بالطير محشورة كل له، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يبقى إذن موضعها عند الانتقال من أسلوب لآخر ومن غرض إلى غرض، يعني خد بالك لا تقع بين كلامين متحدين ولا في أول الكلام ولا في آخره. ثم بعد ذلك النقطة اللي بعدها إيه؟ الكلام في معناها. هي معنى أما بعد يعني نقيض أما قبل. ما إذا أردت أن تعرف الشيء اعرف ضده أو اعرف النقيض. يعني لما نسمع بعد، معنى بعد يعني يعني معناها ليس قبل. طب ومعنى قبل يعني ليس بعد، معنى فوق يعني ليس تحت، ومعنى تحت ليس فوق، معنى يمين ليس شمال، ومعنى شمال ليس يمين. يبقى معنى ايه؟ معناها نقيض قبل. ايه معنى نقيض قبل؟ طب ما هو قبل يعني قبل مكان ولا قبل زمان؟ ما هو قبل وبعد ظرف ايه؟ زمان ولا ظرف ايه؟ ولا ظرف. ما هو الظرف يا اما يكون زمان يا اما يكون مكان. طب هل نقول في بعد وقبل ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ زمان. ينفع زمان وينفع مكان. لما اقول لك مثلا ساتيك قبل العصر، ده زمان ولا مكان؟
طب لما اقول لك انا اسكن في البيت الذي قبل المسجد هذا مكان ولا زمان؟ او اجلس انا جلست بعد ان جلس فلان وقد ايه مكان يعني بعد ايه بعد بجواره يعني. ينفع تكون قبل وبعد ظرف ايه مكان وينفع زمان. يبقى اذن تكون بعد وقبل ظرف زمان كثيرا يعني في الغالب والاكثر انها تكون ظرف ايه زمان ولكنها تأتي ظرف مكان قليلا يعني قليل استعمالها ظرف ايه مكان. لكن هنا المقصود هنا في بعد وفي قبل هنا في اما بعد مكان ولا زمان. يبقى هنا مكان يعني موضع موضع اما بعد عشان ينتقل بها او عند الايه عند الانتقال من كلام الى كلام. فيجوز ان تكون ايه مكان اذا قصدنا الموضع الموضع اللي قبل الكلام ده وبعد الكلام ده مكان هنا. واذا اردنا الغرض يعني بعد ما ينتهي من غرض وينتقل الى غرض هنا ايه زمان. فيجوز ان ينوى فيها الزمان وينوى فيها المكان. يبقى الان فهمنا معناه يعني معناها كأنك تقول مهما يكن من شيء أقوله بعد البسملة والحمدلة والصلاة يعني المقدمة اللي أقدم بها فأقول أو معناها فنابت أما عن إيه عن مهما ويكن. فإن نويت يعني الفراغ من هذا الكلام حتنتقل فتقول مهما يكن من شيء بعد فأقول أو مهما يكن من شيء فأقول بعد يعني يجوز هذا ويجوز هذا. انتهينا من الكلام في إيه؟ في معناه. الآن الكلام في إعرابها. لما نيجي نعرب قبل وبعد قبل وبعد دول إيه أسماء مبنية لازم قبل ما تعرب تعرف من بعد صلاة العشاء ما نقولش ده مبني أو من قبل صلاة الفجر. إنما مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. يبقى إذن هنا قبل وبعد لازمة للإضافة يعني لابد يكون في بعدها ايه مضاف. وان لم يكن مذكورا يعني اذا كان محذوفا يعني لا يذكر لفظا فانه ايه ينوى معناه منوي. يبقى اذا اعرابها كده ظرف مبني ظرف يعني زمان او مكان مبني على الضم. يبقى متى تبنى قبل وبعد على الضم؟ إذا حذف المضاف ونوي معناه. إيه معنى حذف المضاف ونوي معناه؟ لله الأمر من قبله. من قبل إيه؟ يعني من قبل ذلك. إذا أنه معناه منوي. أو لله الأمر من قبل ومن بعد يعني من قبل النصر بتاع أو قبل الغلبة بتاعة الروم ومن بعد الغلبة. مثلا أنت إيه حتتوكل على الله إيه في زواج أو مثلا في طلاق أو في سفر أو في تجارة فتقول لله الأمر من قبل ومن بعد يعني من بعد التجارة ومن قبل الإيه التجارة وأثناءها أيضا. بس طبعا ده إيه كلمة غالبة. يبقى معنى هذا ظرف مبني إعرابة كده ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا لكن معناه إيه؟ منوي. أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة إلى آخره. خلاص كده؟ أول ما تيجي تعربها تقول إيه؟ ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الايه الاضافه لفظا
لو قلت لانقطاعه عن الإضافة وسكت خطأ، لأنه لا بد، إحنا قلنا إيه، لازمة للإضافة. ثم الفن المضاف تقول حذف لفظه ونوي معنى. المسألة الخامسة إيه؟ العامل فيها. أما على أنها من متعلقات الشرط أو الجزاء، والتقدير على الشرط مهما يكن من شيء بعد ما تقدم. يعني لما نجي نقدر الكلام دي، هي بتنوب مكان الشرط أو مكان الجزاء. الشرط زي ما إيه، في شرط فعل شرط، في إيه، في جواب شرط. يبقى مهما يكن من شيء بعد ما تقدم، ده على الشرط ده. فأقول طب وعلى الثاني اللي هو الجزاء، مهما يكن من شيء فأقول بعد ما تقدم. يعني تقدم وإيه وتؤخر، لأن الشرط إيه متقدم والجزاء متأخر. يبقى إذن لنيابتها عن الفعل، والأصل مهما يكن من شيء بعد الحمد إلى آخره. يبقى إذن العامل فيها، يعني العامل في الجملة دي أما، إنه أما بتنوب قلنا عن إيه؟ عن مهما يكن. يبقى بتنوب عن الإيه؟ عن الفعل اللي هو يكن، وعن إيه الشرط اللي هو مهما، أداة الشرط. يبقى إذن فهمنا العامل فيها إيه؟ العامل فيها يعني في هذه في إعرابها هو إيه؟ أما، لأنها بتنوب عن الإيه؟ الشرط أو فعل الشرط. فعل الشرط. نعم. المسألة السادسة إيه؟ أصلها. أصلها أصل أصلها تفكها كده. مهما يكن من شيء، ومهما دي يعني تقع إيه، لو فكناها هتبقى تقع إيه مبتدأ، لأنه الشرط له حق الإيه الصدارة. طيب والإسمية لازمة للمبتدأ ويكن شرط. وطالما يكن شرط يبقى إذن الجواب الفاء لازمة له إيه في الجواب. نعم. وضحت كده الآن؟ نعم. كام دولك عرفنا الأصل أما بعد، يعني مهما يكن من شيء، ومهما قلنا إيه تقع في الابتداء، هيبقى إذن الجملة إيه اسمية. اسمية. المسألة اللي بعدها حكم الاتيان بها. حكم الاتيان بها اللي هي المسألة الايه دي السابعة. حكم الاتيان بها الاستحباب، يعني مستحب، يعني ليس واجبا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواها الحافظ عبد القادر الرهاوي عن 40 صحابيا، يعني 40 واحد من الصحابة أسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حكم الإتيان بها مستحب، يعني مندوب، اقتداء بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. بدل كم دولة؟ سبعة. ثمانية ايه؟ اول من تكلم بها. اول من تكلم بها عندك. نعم. اقرأ كده. قوله وبعد، جرت عادة المؤلفين بذكر هذه اللفظة في اوائل كتبهم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لانه كان يأتي بها في خطبه ومراسلاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الكلمة أما بعد في الخطب وفي الرسائل، يعني إذا أرسل رسالة، لأنه كان يكتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، فيقول أما بعد أسلم تسلم، يعني موجودة في الكتب. أرسل رسالة إلى الإيه؟ مقوقس. أرسل إلى عراق، أرسل إلى كسرى، وأرسل إلى النجاشي، أرسل إلى إيه عظماء وملوك الأرض في زمنه صلى الله عليه وسلم.
وكان يأتي بها في خطبه وفي مراسلات، واستمر على ذلك العمل، يعني الخلفاء الراشدين من بعده وكذلك الأمراء والحكام استمر العمل عليه. نعم. وأصلها أما بعد حذفت أما وعوض منها الواو، يعني يا إما تقول كذا أما بعد، إذا حذفت أما يبقى تعوض عنها الواو فتقول وبعد، يعني يجوز أن تقول وبعد على حذف أما ونيابة الواو عنها. وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، فلا يؤتى بها بين كلامين متجانسين ولا أول الكلام ولا آخره. يعني إذا كان الكلام واحد متجانس لا يؤتى بها، إلا إذا كان الكلام اللي حتنتقل إليه مغاير للي قبل. واختلف في أول من نطق بها، فقيل آدم عليه السلام، يعني اختلفوا مين أول واحد قال أما بعد. صحيح هي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت في خطبه المروية والمأثورة، ووجدت كذلك في رسائله، لكن هل هو صلى الله عليه وسلم أول من تكلم بها؟ لا. مين اللي تكلم بها قبله؟ اختلف، بعضهم قال أول واحد آدم. نعم. وقيل قص بن ساعدة. قص بن ساعدة الإيادي ابن عمرو بن عدي من بني إياد، أحد حكماء العرب. نعم. ومن كبار خطبائهم، طالت حياته هذا الرجل، يعني عاش حياة طويلة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس معدودا في الصحابة. ليه؟ لأنه أدرك النبي قبل البعثة، قبل النبوة. ولم يدركه في فترة نبوة، يعني زي مين أدركه؟ زي ورقة بن نوح على تعريفها. نعم. وقيل صحبان، وقيل كعب. وصحبان ده ابن زفر بن إياس الوائلي من باهلة، خطيب يضرب به المثل في البيان، يقول لك يعني في خطبه كان يضرب به المثل في فصاحته وبلاغته. اشتهر في الجاهلية وعاش زمنا في الإسلام، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، إذا ليس من الصحابة أيضا، يعني أسلم ولكنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقام في دمشق أيام معاوية ابن أبي سفيان، وتوفي سنة 54 هجرية. وقيل كعب، يعني قيل مين؟ آدم، وقيل قس بن ساعدة، وقيل صحبان، وقيل كعب. كعب ده من من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن لؤي بن غالب من قريش من عدنان، جد جاهلي خطيب من سلسلة النسب النووي، فيه أجداده، كان عظيم القدر عند العرب، وهو أول من سن الاجتماع القريش يوم الجمعة، والجمعة كان اسمه يوم العروبة قبل ذلك، فهو أول من جمع الناس في هذا اليوم. زعم ثعلب أنه أول من قال أما بعد. قول ثاني. وقيل يعرب بن قحطان، يعرب بن قحطان اللي هو تنسب إليه العرب المستعربة، أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى، يوصف بأنه من خطبائهم وحكمائهم وشجعانهم، وهو أبو قبائل اليمن كلها وبنوه العرب العاربة مش المستعربة، مات في صنعاء. وقيل داود عليه السلام، وقيل سيدنا داود، وهذا هو القول الأشهر أو الأغلب، أنه أول من تكلم، أول من نطق بها هو سيدنا داود عليه السلام. وقيل إنها كانت له فصل الخطاب، والكلام عليها شهير، ولذلك في نظم هنا قيل إنها كانت له فصل الخطاب، ده
إشارة إلى قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني المراد بفصل الخطاب يعني أنه كان يقول في كلامه أما بعد، يعني كان إذا انتقل في كلامه من غرض إلى غرض كان يفصل فيقول أما بعد، ولذلك هذا تفسير يعني رأي أن فصل الخطاب يعني المراد به أما بعد. ونظم بعضهم الخلاف في أول من قال أما بعد بقوله جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، يعني من ابتدأ بها أولا، بها خمس أقوال وداود أقرب، وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب. أهو الخلاف اللي جرى ملخص فيه في هذين البيتين. بقي ايه تاني؟ الفاء. بقيت مسألة أخيرة اللي هي الفاء لازمة في جوابها، يعني لو قلت أما بعد أقول كذا خطأ، لأنه لا بد أن يقتر، لأنه في عندك شرط هي تنوب عن شرط محذوف. والتقدير مهما يكون من شيء بعد ذلك فأقول، إذن فالفاء لازمة في الجواب غالبا. فحين تضمنت أما معنى الابتداء والشر لزمتها الفاء، فإن كان ما قبلها، قلنا لما تضمنت معنى الشر أو الجزاء لزمتها الفاء، فإن كان ما قبلها وبين ما قبلها وبين ما بعدها مناسبة، يعني في تناسب، مثلا زي واحد مثلا يخطب الخطبة فيذكر شيء يدل في الافتتاح أو في المقدمة على عنوان على الكلام الذي سينتقل إليه، يبقى في مناسبة بين الكلام اللي قبلها وبين اللي بعدها، فإن كان بين ما قبلها وما بعدها مناسبة كان الإتيان بها تخلصا، يسمى تخلص. طب وإذا كان ما فيش ربط، يعني الكلام يعني مثلا أنا أتكلم كده في حديث وأريد أن أنتقل في حديث آخر لا مناسبة بين الكلام الذي أقوله وبين الكلام الذي سأنتقل إليه، كلام منفصل تماما، فيسمى هنا الإتيان بها اقتضابا. والاقتضاب في اللغة معناه القطع، يعني كأني سأقطع هذا الكلام وأنتقل إلى كلام آخر، إلى كلام جديد، فيسمى يده اقتضابا. طيب إذا كان في مناسبة اسمه تخلصا. طيب وإذا كان لا توجد مناسبة يبقى اقتضابا. طيب وإذا كان يعني قلنا الكلام اللي قبله مغاير مختلف يبقى ده اقتضاب، في مناسبة اسمه تخلص. طيب إذا كان كلام كده جديد إنشائي كده ابتداعي كده، يعني بدون روية بدون إعداد، يسمى ده ارتجالا، زي الإنسان اللي يقوم كده فيرتجي الخطبة. هي معنى الارتجال، بعض الناس يفهم خطأ إنه اللي يخطب بالورقة كده غير اللي يخطب من حفظه، يعني فيظن إنه هو الذي يقول كلاما بدون ما مكتوب أمامه يظن أن هذا ارتجال وده حفظ. الارتجال يعني ينشئ جديد بدون تفكير وبدون إعداد، إنما كانوا بيصمها من يوم الثلاث لحد يوم الجمعة ده حفظها حفظ، إنما اللي هو فجأة كده في موقف كده ويرتجي الكلام بدون تفكير وبدون روية أو إعداد، هو ده اسمه الارتجال. نعم، إنما في بعض الناس يقول خطبة والناس يقولون إنه يرتجل وهو يحفظ فقط، هو عبارة عن صم الكلام، هذا ليس ارتجال. ارتجال وقام وأنشأها في الحال دون إعداد سابق، زي ما حصل مع مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه، كانوا من كبار
أهل الفصاحة والبلاغة. تذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحروف فأجمعوا على أن الألف أكثر دخولا في الكلام، يعني لا تكاد تخلو كلمة لا تذكر فيها الإيه؟ الألف. فقام وارتجل قبة مكونة من كام؟ من 700 كلمة ولم يذكر فيها حرف الألف. الله. أول ما هتبدأ أنت، أول ما تبدأ هتقول الحمد لله أول حاجة هتقول. فلما بدأ قال إيه؟ قال إيه؟ حمدت، شوف كده حذف الألف، وعظمت من إيه سبغت نعمته. 700 كلمة ولم يذكر فيها حرف الألف. كان في بعض العرب عنده آفة في اللسان في الراء، معروف المشهور. واصل بن عطاء من المعتزلة كان عنده عيب في إيه في الراء، في حرف الراء، فكان إذا تكلم يحذف من كلامه حرف الراء، ما يستعملوش أبدا، يتجنب نهائيا، ما يجيبش أي كلمة فيها راء، ويستعمل حرف إيه؟ آخر حتى لا يظهر هذا الإيه؟ العين أو العجز الذي عنده. فالإمام سيدنا علي رضي الله عنه الخطبة دي موجودة مكتوبة كاملة في نهج البلاغة، نهج البلاغة. فقال حمدت وعظمت من إيه سبقت نعمته وسبقت غضبه رحمته. طب جاي لما جاي يقول أشهد، راح قال ونشهد، حذف الألف. فلما قال إيه ورحمته واسعة، راح قال ورحمته موسعة، فقال بالألف إيه واو. وهكذا استطاع أن يتخلص من حرف الألف في الكلمة، مع أنه أكثر الحروف دخولا في الإيه في الكلام. قوله فالعلم الفاء واقعة في جواب الشرط الذي نابت عنه الواو. عرفنا هي معنى التخلص، يعني في علاقة مناسبة. الاقتضاب يعني القطع، الارتجال الابتداع بلا إيه بلا روية. التعلق يعني إيه معنى في اللي المناسبة، يعني في مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الإيه الذي سننتقل إليه. وبعده فالعلم، قوله فالعلم الفاء واقعة في جواب الشرط. الآن دلوقتي شرحنا إيه كلمة إيه أما بعد، هندخل على الآن وبعد فالعلم بأصل الدين. يلا. الفاء واقعة في جواب الشرط الذي نابت عنه الواو، وأصل الكلام مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة والحمدلة. وقوله بأصل الدين مراده به العقائد التي تجب على كل مكلف، على كل مكلف وهو الواجب والجائز والمستحيل في حق الله وفي حق رسله عليه الصلاة والسلام. والعلم يطلق على الملكة الراسخة في النفس التي بها إدراك الشيء على حقه. الآن في كلمة إيه فالعلم. وذلك هنا إيه خد بالك، جاء بالفاء ولا أو لم يأتي بها، وبعد فالعلم. يبقى خلاص هنا إيه لازم أن يكون في جوابها الفاء، وبعد فالعلم. إيه المراد بالعلم؟ والعلم يطلق على الملكة الراسخة في النفس التي بها إدراك الشيء. أول ما تسمع كلمة العلم يراد بها ثلاث أشياء، معنى العلم ثلاث. العلم إما الملكة الراسخة في النفس التي بها إدراك الشيء على حقيقته. يبقى يقال للهيئة الراسخة، يعني زي الإنسان لما يكون عنده ملكة راسخة، يعني زي ملكة الشعر، فإذا رأى أي مناسبة بهذه الملكة يستطيع أن إيه يرتجل أو أن يقول الشعر. هذا معنى ليه الملكة، الهيئة الراسخة في إيه النفس التي بها إدراك الشيء على حقيقته، أو معنى العلم أحد معاني. المعنى الثاني وعلى الإدراك، الإدراك. الإدراك ده إدراك مفرد أو إدراك إيه مركب.
يعني إما تصور يا إما تصديق، يعني الإدراك يعني الفهم، نظرت فأدركت إنه هذا مثلا ما، إنه في إدراك ضروري بديهي وفي إدراك إيه نظري، يعني إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. يبقى يطلق العلم على الهيئة اللي هي الملكة، الهيئة الراسخة في النفس، ويطلق على الإدراك اللي هو الفهم، ويدرك على ايه تاني؟ على القواعد والضوابط التي احتوى عليها الفن. يعني ايه القواعد والضوابط؟ يعني مثلا نقول القاعدة نحوية، قاعدة أصولية، قواعد فقهية، يعني المسائل. تبقى العلم إما أن يراد به الملكة، وإما أن يراد به الإدراك، وإما أن تراد المسائل، هذا الثلاثة. الآن الموجود عند الناس الثالثة بس، عندهم المسائل وعندهم المعلومات لكن ما عندهمش الإدراك. في ناس عندها معلومات لكن ما عندهاش علم. إذا نشوف لما يكون يعني عنده الثلاثة، عنده الملكة الراسخة الهيئة، وعنده الإدراك، وعنده الإيه القواعد والمسائل، بقدا يعتبر إيه حاز الإيه الكمالات. إنما اللي يكون عنده واحدة فقط يبقى. طيب هنا لما قال وبعد فالعلم بأصل الدين، ماذا يريد بالعلم؟ هل يريد الملكة اللي هي الهيئة الراسخة، أم يريد المسائل والقواعد والضوابط، أم يريد الإدراك؟ يعني يريد أي واحدة في الثلاثة؟ هنا المناسب أنه يريد الإيه؟ الإدراك. زي إيه الإدراك؟ يعني ليه؟ زي مثلا الفهم، يعني زي ما نقول إيه الفقه، عندك إيه فقهة وعندك فقهة وفقهة، إيه الفرق بين الثلاثة؟ فقهة فقهة كده، فقهة كده بالفتح كده فهمة. طيب وفقهة؟ نعم فقهة يبقى إيه فهمة، فقه سبق غيره في الفهم، فقه يعني هذه الملكة دي، صار الفقه إيه ملكة وسجية له. يبقى فقه وفقه وفقه ثلاث. يلا كده. والمعنى إدراك العقائد على ما هي عليه محتم، وضده الجهل. طيب يبقى إذن يعني المراد وبعد فالعلم بأصل الدين، يعني يريد أن يقول لك إدراك العقائد، إدراك العقائد يعني لا يعني لا يحسن أن يقول إدراك، أن يريد الملكة ولا أن يريد القواعد والمسائل والضوابط، وإنما يريد الإدراك. فإنه إذا لم يوجد هذا الفهم يضل الإنسان بسبب حفظ هذه القواعد أو هذه الضوابط، إذا لم يكن إيه فيها على وعي أو على فهم سليم. يبقى إذن إدراك العقائد على ما هي عليه محتم، يعني واجب. محتم يعني واجب. إدراك العقائد يعني الاعتقاد ده يطلق على ايه؟ يعني نقول مثلا فلان يعتقد كذا، فالمراد هنا الاعتقاد كيفية نفسانية حاصلة في النفس راسخة فيها، نتيجة ايه؟ نتيجة حصول تعلق جازم للنفس بقضية معينة. يعني إذا تعلقت النفس بقضية معينة وكان هذا الاعتقاد جازما يعني على جهة القطع، فيحصل تعلق للنفس بهذا الاعتقاد وانسجام وتكيف معه، فيسمى الاعتقاد كيفية نفسانية حاصلة للنفس أو في النفس راسخة فيها، نتيجة حصول تعلق إيه جازم بقضية معينة، بأي قضية. إذن فالاعتقاد ليس من باب العلم،
واحد يستغرب والاعتقاد ليس من باب العلم. نعم، لأنه قد يوجد العلم ولا يوجد الاعتقاد، كعلم اليهود والنصارى، علم أحبارهم ورهبانهم بصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يوجد عندهم الاعتقاد. يبقى إذن الاعتقاد ده مش من باب الكيفية دي، مش من باب العلم. يعني معناه لا يكون المرء، يعني يوجد في النفس كده العلم موجود في النفس مع عدم الاعتقاد. يعني أنا أعلم أن هذا نبي ومرسل من عند الله، ومع ذلك فأنا لا أؤمن به عنادا أو كفرا أو فسرها بما شئت. يعني هل يوجد العلم وينفى الاعتقاد أم لا؟ بدليل إيه؟ يوجد العلم في النفس مع عدم الاعتقاد، يعني لا يكون المرء مرتبطا ومتعلقا بما يعلم، كأحبار اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، ولكنهم لا يعتقدون ذلك. يبقى إذن الاعتقاد ده هو إيه؟ هو الربط والجزم بأن تربط نفسك على ما تعلم. يعني لو كنت تعلم هذا الشيء ولم تربط نفسك وتجزم عليه تعقد، وذلك سميت إيه؟ عقيدة. بمعنى إيه؟ بمعنى معتقدة. يعني هي فعيلة. بمعنى إيه؟ بمعنى مفعولة. يبقى إذا لم تربط نفسك على هذا الجزم أو على هذا العلم لا يسمى إيه؟ هذا العلم اعتقادا. إذن فالاعتقاد كيفيات وليس من باب إيه؟ العلم، لأنه قد يوجد العلم ولا يوجد الاعتقاد، وقد يوجدا معا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يوجد العلم مع إيه؟ مع الاعتقاد. فمش معنى وجود العلم يعني وجود الاعتقاد. واضح؟ ممكن زي عقيدة المقلد. ما احنا قلنا الاعتقاد ليس من باب العلم. يوجد واحد معتقد اعتقاد جازم في شيء معين، ولكن ليس عنده علم به ولا دليل، كاعتقاد المقلدين أو العوام. وكذلك يوجد العلم من الأحبار والكبار والأئمة القوم، ولا يوجد إيه؟ ولا يوجد الاعتقاد. يلا. كيفية نفسانية حاصلة في النفس راسخة فيها نتيجة إيه؟ حصول تعلق. تعلق مش فقط تعلق جازم بقضية ما أو بقضية معينة. وضده الجهل وهو عدم الإدراك رأسا وهو البصير. ضد إيه؟ ضد العلم. يبقى هنا وبعده فالعلم، يبقى المراد بالعلم يعني الإدراك. العلم يطلق على ثلاثة، والذي يناسب هنا هو إيه؟ المعنى اللي هو الإدراك. وضده أي ضد العلم هو الجهل. يبقى الجهل ضد العلم، لكن الجهل على نوعين مش نوع واحد. الجهل إما يكون بسيط وإما يكون مركب. يعني إيه الجهل البسيط؟ هو عدم الإدراك رأسا. يعني واحد يقول لك أنا مش عارف حاجة، أو اللي مش عارف حاجة ده جهل، وده اسمه جهل إيه؟ بسيط. والجهل إيه؟ المركب، وهو العلم على خلاف علم الشيء خلاف ما هو عليه، يسمى هذا جهل إيه؟ مركب. إذن الجهل البسيط أن يجهل الإنسان الأشياء، والجهل المركب أن يعلمها على خلاف ما هي عليه. اسمه جهل إيه ذا؟ مركب. جهل مركب كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. يعني الفلاسفة يعتقدون أن العالم قديم، يعني موجود في الأزل مع الله، ف
فهذا جهل مركب. ليه؟ لأنه في الحقيقة في الواقع العالم حادث. خلاص كده؟ يبقى إذن جهلوا حدوث العالم. ثم بعد ذلك إيه؟ اعتقدوا هذا فتكون إيه؟ عندهم الجهل المركب. يعني مثلا في المسألة دي ما هو الجهل البسيط فيها؟ يعني لو سألت أنا إنسان ما هل العالم قديم أو حادث؟ لا أعلم. فقال مش عارف. أو ده الجهل الإيه؟ البسيط. قال والله ما أعرفش قضيت أنا لا أعرف لا قديم ولا أعرف. هذا جهل إيه بسيط. إنما إذا قال العالم قديم يبقى ضم إلى عدم المعرفة معرفة خطأ. يعني إذن كده ببساطة كده الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا ما. طب والجهل المركب أن يجهل أنه يجهل. ولذلك قالوا الرجال أربع أنواع أصناف. رجل إيه؟ يدري ويدري أنه يدري. واحد يدري يعني يعلم ويعلم أنه يعلم. ده نوع يعني هو عارف وعارف أنه هو عارف. هذا نوع. في إنسان آخر يدري ولا يدري أنه يدري. يعني هو يدري لكن في غفلة مش عارف أنه هو عارف. هذا يسمى إيه؟ غافل ناسي يذكر. يبقى الأول الذي يدري ويدري أنه يعني يعلم ويعلم أنه يعلم هذا هو العالم. الثاني غافل يدري ولا يدري أنه يدري. طب الثالث لا يدري ويدري أنه لا يدري. ده إيه ده؟ هذا جاهل. رجل لا يدري ويدري يعني يعلم أنه لا يعلم. عارف كلمة أعلم أنه لا يعلم هو علم. ده علم بأنه لا يعلم. أقول لك أنا عارف حاجة مهمة جدا تقول له إيه؟ إن أنا مش عارف حاجة. بس كونه عارف إنه مش عارف ده علم. إنما في غيره يظن إنه هو أعرف العارفين على وجه الأرض. يبقى الرجل إيه؟ لا يدري وإيه؟ ويدري أنه لا يدري. المصيبة الكبيرة رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. يعني لا يعلم وفي نفس الوقت لا يعلم أنه لا يعلم. يعني العكس يظن أنه بكل شيء عليم. واضح؟ ما هو دول الأربع. في شرابة تاني. قوله محتم هو واللازم والفرض والواجب بمعنى واحد بمعنى وهو. يبقى وبعد فالعلم. خلاص فهمنا العلم. يبقى العلم ضد الايه؟ الجهل. ولا يصلح في هذه المسائل ان يكون دي مصيبة ان يجهلها الانسان يقول انا مش عارف. دي مصيبة. افرض عرفها على غير ما هي عليه فالمصيبة اعظم. يعني ريت ما عرفهاش اصلا احسن. يعني اذا جاهل الانسان مسائل الاعتقاد قد يعذر في بعض الامور بجهله لان لا لكنه اذا صمم على معرفه خاطئه يعني على غير ما هي عليه فهذا هو الجهل وهو الذي يصعب علاجه جدا. يعني بعض الناس في قضايا معينه مثلا زي قضايا خلافيه فياخذ فيها موقف المتوقف يعني يتوقف فيها لأن الأدلة لم تتضح. أما في بعض الناس يتبنى فيها رأيا مخالفا أو رأيا إيه ظهر خطأ أو تبين للناس فساد. دي المشكلة لأنه يصعب في هذه الحالة إيه علاجه بل يتبنى الدفاع عنه والمغالطات والمكابرة إلى آخره فيصعب التعامل معه جدا. إنما الإنسان الذي جهله بسيط صلاحه أو يعني تقويمه سهل لأنه خالي ما عندوش معرفة قاطعة. فعشان تعالج الإنسان اللي عنده جهل مركب لازم تنزع منه الإيه الشيء الذي وبعدين إيه. إنما الثاني مش هتتعب يحتاج إلى إيه إلى أمر واحد زي الإدغام الكبير وزي الإدغام الصغير.
يبقى نشبه المركب ده بالادغام الكبير، عاوز عمليتين، عاوز تسكن وتدغم، انما الثاني من البدايه سهل التعامل معه، كما قال قال فاكر جيد، قال عمار الحكيم توما: لو انصف الدهر يوما كنت اركب، لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال يعني لو في انصاف وفي عدل، انا الذي اركب ليس هو الذي يركب، ولكن يعني قوله محتم هو واللازم والفرض والواجب. قبل ما نوصل للمحتم في حاجة مهمة، وبعد فالعلم به أصل بأصل الدين. إيه أصل الدين؟ يعني قبل ما نقول محتم مش نعرف إيه المراد به أصل الدين. الأصل في اللغة هو إيه؟ كلمة أصل غير. يبقى لا ده شرعا، ده الأصل لغة ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، فهذا في اللغة يسمى أصلا، ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره ده يسمى إيه؟ أصل. أما شرعا أو اصطلاحا، ما ينبني عليه ولا يبنى هو على غيره. تاني كده التعريف، ها؟ ما ينبني عليه ولا يبنى هو على غيره. ده معنى ايه الكلام ده؟ معنى ايه؟ معناه ابتناء الدين عليه. يعني عاوز يقول لك وبعد فالعلم بأصل الدين، يعني ما يبنى الدين كله عليه، يعني على هذا الأصل. إذا فالدين كله يستند ويفتقر ويرجع إلى هذا الأصل، أما هذا الأصل لا يرجع إلى غيره، ولذلك سمي أصلا، وما عداه سمي إيه؟ فرعا. ولذلك من أسماء علم التوحيد أو علم الكلام علم أصول الدين، لأنه ما عدا من المسائل الدينية أو الدين كله، ما عدا قضية الوحدانية فإنه إيه؟ يرجع إيه؟ إليها، ومبني عليها. يعني معنى هذا في المعنى العام كده ابتناء الدين عليه، إذ أعمال الإسلام كلها، أعمال الإسلام كلها بمثابة الثمرة للتوحيد. وده بالمعنى ليه؟ يعني عندك احنا قلنا ايه؟ الدين بينبني عليه، على الأصل ده، يبقى الأصل ما يبنى عليه ولا يبنى هو على غيره. فعندك معنى اعتقادي، يعني العقائد ترجع كلها، أو الأعمال الدينية أو التكاليف الشرعية مبنية على هذا الاعتقاد. بدليل مثلا، إذا لم يعتقد الإنسان عقيدة التوحيد فلا يصح له أي عمل أو أي تكليف، فكل الأعمال مبنية على هذا الأصل، مش كده؟ أو معنى ابتناء الدين إيه؟ عليه. هذا بالمعنى إيه؟ بالمعنى العقدي، يعني معنى الاعتقاد، لأنه أعمال الإسلام كلها من صلاة وصيام وحج وجهاد وصدقة كلها ثمرة لهذه الكلمة الطيبة. ولذلك قال تعالى أصلها، هذا الأصل. حتى في القرآن ذكرت كلمة إيه؟ أصل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا أصلها ثابت وفرعها، يعني ما عداها يعتبر إيه؟ ثمرة وفرع لها، ثمرة لكلمة التوحيد، الذي هو سبيل الفلاح وسعادة الأبد وأساس قبول العمل ووسيلة مغفرة الذنوب. يعني تعالى معي، سبيل الفلاح وهداية الإنسان مبني على إيه؟ أساسه إيه؟ أن يكون موحدا لله. سعادة الأبد يعني سعادته أو شقاوته، يعني هذه الكلمة أو هذا الأصل ينبني عليه سعادة الأبد أو شقاوة الأبد. إذا أصل ولا مش أصل؟ أصل.
يبقى معناها كل أعمال أو تكاليف الإسلام ثمرة. تعالى أساس قبول الأعمال هو إيه؟ يعني كل عمل مبني على هذا الأساس. فإذا وجدت أعمال للإنسان ولو بلغت أمثال الجبال وليست مبنية على هذا الأساس تكون باطلة. حافظين الآية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. ليه؟ لأنه ليس له إيه؟ أساس. مثله كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يبقى القرار الأساس اللي هو الإيه؟ الإيمان اللي هو التوحيد اللي هو الأصل. فالأعمال كلها مبنية عليه، لكن هو مش مبني على إيه؟ مش مبني على شيء. وإلا لو كان التوحيد مبني على شيء لا يقبل التوحيد إلا بوجود هذا الشيء اللي هو إيه؟ مبني عليه. ده المعنى الإيه؟ المعنى العقدي الشرعي. أما المعنى العام فهو شرط في نجاح الأعمال وانطلاقها في همة وانتظام. يعني حتى في المعنى العام، بلاش المعنى الايه الديني، المعنى العقيدة، خلينا في المعنى العام كده. لو ما فيش توحيد في القيادة مثلا، أو مثلا لم توجد في الطائرة وحدة في قيادتها، اثنين، ايه اللي حيؤدي الى ايه؟ ها؟ الى سقوطها وهلاكها. افرض السفينة فيها اكثر من ربان، حيتنازعوا، ده عاوز يوقف، ده عاوز يسير، ده عاوز يمين، ده عاوز شمال، حيؤدي. يبقى المعنى العام يعني ايه؟ فلا بد في التوحيد ان يكون مسلكا عاما، مش فقط في الايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل التوحيد لنا نظام في الحياة، بمعنى أنه لو وجد في الأمة نبيين، اثنين أنبياء، يعني التوحيد فقط مش توحيد الإله، يعني لو وجد في الأمة أكثر من إيه؟ من نبي، جماعة يقول إحنا أتباع ده وجماعة أتباع، حتتفرق الأمة ولا تقوم لها قيادة لو وجد فيها أكثر من إيه؟ من رسول. طب لو وجد فيها أكثر من كتاب، طيب لو وجد فيها أكثر من تشريع أو قانون، برضو كذلك. يبقى إذن بالمعنى العام شرط في نجاح الأعمال وانطلاقها في همة وانتظام. ألا ترى إلى الطائرة إذا لم تتوحد قيادتها سقطت، أو الباخرة مثلا تاهت أو غرقت. كذلك شأن نظام السماوات والأرض، كما قال الله تعالى في شأن هذه العوالم أو هذه المخلوقات، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فده نظام عام، ده بالمعنى الإيه؟ العام. أما بالمعنى الاعتقادي هو شرط الإيه؟ لقبول الأعمال، يعني هو أصل كل الأعمال مبنية على هذا الأصل. كم قوله محتم هو والذي فهمنا المراد بكلمة أصل الدين. نعم. ممكن نقول أصل الدين وممكن نقول أصول الدين. هذه الفرق بين الجمع، هو قال هنا وبعد فالعلم بأصل الدين، لا ولم يقل أصول الدين. يبقى المفروض نغير اسم الكلية، نخليها كلية أصل الدين. ما هو الدين لي أصل واحد ولا لي أصول؟ أصل واحد. قال لك له أصل وله أصول، باعتبار أنه كل واحد منهم إيه؟ يعتبر أصل. يعني مثلا النبوات أصل كده، السمعيات أصل، الإلهيات أصل. فيسمى هذا إيه؟ كله إيه؟ إذا عددنا نقول إيه؟ بالجامع أصول. وإذا أفردنا يبقى إذن التوحيد، لكن التوحيد ليس فقط مقتصر على مبحث أو على باب الوحدانية، ولكنه مشتمل أيضا على بقية الأصول. فيقال أصل باعتبار أشهر وأعظم وأكبر مباحث اللي هو التوحيد، ويقال أصول باعتبار أنها عقائد، أركان، مش أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة، لكن كل اسمه إيه؟ الإسلام، وكل اسمه الإيمان. نعم.
هو اللازم والفرض والواجب بمعنى وهو ما يثاب. هو العلم وبعد فالعلم بأصل الدين محتم. بأصل أو بأصول. محتم يعني إيه؟ محتم يعني لازم، يعني فرض، يعني واجب، كل ده بمعنى إيه؟ واحد عند الجمهور، إلا في باب الإيه؟ الحج، فرقوا بين الواجب وبين الإيه؟ وبين الركن. أما عند الأحناف برضو في تفريق بين الواجب وبين الفرض، لأن الفرض ده ما كان بدليل إيه؟ قطعي، والواجب ما كان بدليل إيه؟ ظني. ده من حيث الإيه؟ الاعتقاد. أما من حيث العمل واحد، ده مطلوب وده مطلوب. وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه عينا في العيني، وهو معرفة الواجب والمستحيل والجائز. وهو معرفة الواجب والمستحيل والجائز بالدليل الجملي وكفائيا في الكفائي، وهو معرفة ما ذكر بالدليل التفصيلي. فمن لم يعرف الدليل الجملي بل أدركها بكشف كفى ذلك بالأولى ممن عرفها بالدليل التفصيلي. ممن عرفها بالدليل التفصيلي. إن عندك واجب يسوي إيه؟ لازم، فرض، واجب، كله بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. نعم. والواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه عينيا في العيني، وإيه ثاني؟ وكفائيا في الكفاية. يعني في واجب عيني، في واجب ايه؟ ايه معنى العيني؟ ها؟ يجب على كل انسان، يعني يجب على كل فرد او انسان او مكلف بعينه. طب والكفائي اذا قام به البعض، يعني البعض هنا ولو ايه؟ ولو واحد، سقط عن الباقي. توجد بعض الكتب هنا ستوزع، برب الشيخ مصطفى ياخذها لنفسه، هتوزع عليك ان شاء الله، بحذفها دي من البيت. واما من عرفها بدون دليل اصلا بل بالتقليد فهو مؤمن عاص باتفاق اهل السنه. لا يبقى خد بالك، انه ما يثاب على فعله، تعريف الواجب، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب حتى ممكن يعاقب الإنسان على ترك واجب كفائي. ليه؟ قلنا إذا قام به البعض، طيب وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. إذا ممكن تعاقب على واجب إيه؟ كفائي، كما تعاقب على الإيه؟ الواجب العين. وهو معرفة هنا والعلم وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. محتم يعني لأنه إيه؟ صار بمنزلة الواجب الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما هو الواجب هنا بالنسبة لأصل الدين؟ يعني ما الذي يجب على المكلف أن يعرفه في أصل الدين؟ أول حاجة أساس، يعني اللي ما عدا يترتب عليه. قالوا هنا الواجب عليه معرفة إيه؟ الواجب والمستحيل والجائز بالدليل الجملي أو الجملي، ينفع فتح الميم وينفع إيه؟ إسكان الميم. يعني واجب على كل مكلف أن يعرف الواجب، يعني ما يجب لله تعالى، ما يجب في حقه، وما يستحيل وما يجوز. أقل ما القليل أو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه أن يعرف ذلك بالدليل إيه؟ الجملي، يعني الدليل الإجمالي. إيه الفرق بين الدليل الجملي ده وبين الدليل التفصيلي؟ يعني في دليل جملي يعني إجمالي مجمل، وفي دليل إيه؟ تفصيلي. فمن لم يعرف، فرضنا إنسان لم يعرف الدليل اللي هو الجملي ده،
أو الدليل التفصيلي. فمن لم يعرف الدليل الجملي بل أدركها بكشف كفى ذلك بالأولى ممن عرفها بالدليل التفصيلي. يعني بعض الناس أولياء كمل فتح الله تعالى عليهم فرأوا الحقيقة أو سمعوها أو شاهدوها، فالذي رأى لا يحتاج إلى دليل. أما الذي يحتاج إلى دليل هو إيه؟ من لم يرى. يعني مثلا لو القاضي في المحكمة شاهد بعيني هل يطلب دليل؟ لا يطلبش دليل. فالدليل على أي أساس؟ لأنه لم يشاهد. فإذا لو كشف للإنسان أو فتح الله سبحانه وتعالى عليه فهذا إيه؟ لا يحتاج لا إلى دليل جملي ولا إلى دليل تفصيلي. يبقى عندك أحد كم أمر دلوقتي؟ أربع أشياء. إما أن يعرف الإنسان هذه الأمور بالكشف، إما أن يعرفها بدليل إجمالي، وإما أن يعرفها بدليل تفصيلي، وإما أن يعرفها بدون دليل أصلا، وهذا هو المقلد. طيب إذا عرفها الإنسان بدون دليل، قالوا يعني لا يوجد إنسان مهما كان عاميا يعجز عن تقرير الدليل الجملي بدون إيه؟ بدون تفصيل، بدون مثلا بيان للشبهات أو رد عليها. يعني أقل ما يمكن لو سئل إنسان مثلا ما الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فقال كذا على الإجمال هذا العالم أو هذا الخلق، ولكنه لم يفصل، يعني لم يذكر التفصيل ولا المقدمة ولا النتيجة، ذكر كذا بالجملة، فهذا يسمى إيه؟ دليل جملي. فهذا لا يعجز في الغالب أحد عن إيه؟ عن تقرير هذا الدليل. أما إذا قال لا أعرف هنا إيه؟ هنا المشكلة. فالمقلد ده مهما كان، يعني يقصد هنا بالمقلد الذي لا يعرف الدليل التفصيلي، أما الدليل الإجمالي لا يعجز أحد في الغالب عن معرفة، إلا مثلا واحد أبله أو يعني إنسان متخلف عقليا قليلا جدا، يعني عنده يعني بلادة شديدة أو عنده غباء مستحكم قد يكون يعني. إنما الدليل العام ده اللي هو ليس فيه تفصيل وليس فيه رد على الشبه، أظن لا يعجز أحد عن إيه؟ عن تقريره. طب المقلد ده إيمانه صحيح على المشهور أو على ما قال الجمهور، لكن هل هو عاصي أم لا؟ فقالوا إيمان المقلد صحيح كما ذكر الإمام الدردير في الخريدة، ولكن قال يكون عاصيا إن كان فيه أهلية للنظر، يعني حتى العصيان مشروط بوجود الإيه؟ الأهلية. يعني إنسان عنده أهلية، عنده مقدرة على البحث وعنده ذكاء عظيم، فكيف يضيع نفسه مثلا يدخل مثلا دبلوم أو يترك التعليم أو يكتفي بحرفة أو كذا، فهذا يلام، لأنه إيه؟ لو دخل التعليم ده حينبغ فيه وحينفع له المجتمع. إنما افترض إنسان شديد الغباء والبلادة وأصر على أنه يدخل كلية مثلا يعني من الكليات المهمة، ماذا يحدث؟ حيكلف أهله أموال وكذا، وحيلام على أنه إيه؟ دخل. أما الثاني يلام على أنه إيه؟ ترك. فإذا المقلد يكون عاصيا إن كانت فيه الأهلية، يا أخي ربنا أعطاك استعداد وأعطاك فكر وعقل فكيف لا تستعمله. أما إذا لم يكن فيه الأهلية لا يكون عاصيا، فالعصيان هنا مرتبط بوجود الإيه؟ وجود الأهلية، لأن الناس جميعا هناك بينهم تفاوت في العقول وتفاوت في، فلا يكلفون جميعا بالبحث في الأدلة والمعاني. ألم يقل سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة،
هل كلف الجميع أم كلف إيه؟ طيب. البعض اللي هو عنده إيه؟ في الأهلين. نعم. ولتكن منكم أمة، أمة يعني جماعة يدعون إلى الخير. نعم. وأما القول بكفر المقلد فهو لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة. يعني في قول آخر هنا نأخذ بقول الجمهور. نعم. أن المقلد إيمانه إيه؟ صحيح. نعم. مع العصيان، بس هنا بيقول لك فهو مؤمن عاصم باتفاق أهل السنة، لكن احنا نضع الشرط ليس باتفاق، هناك شرط وهو ايه؟ أهليته للنظر، يعني متى يكون عاصيا. في بعضهم أطلق قال المقلد إيمانه صحيح وأطلق المعصية وهو عاصم مطلق سواء كان في أهلية أو، ولكن لا نقول بذلك، نقول بالعصيان مع وجود الايه؟ مع وجود الأهلية. وهناك أدلة في القرآن الكريم تبين صحة إيمان المقلد. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إذا ضربتم في سبيل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني هنا دليل على أنه إيه؟ لا ننفي عنه الايه؟ الايمان، ونكل هذه المسائل الى الله سبحانه وتعالى. تفضل. واما القول بايه؟ بكفر المقلد، هذا قول شاذ. لمين؟ لابي هاشم الجبائي من المعتزله، وذكره او ذكر ايضا ذكره السنوسي في ايه؟ في الكبرى. فهناك قول بكفر المقلد عند ايه؟ عند اهل السنه والجماعه، ولكنه قول ايه؟ شاذ، ليس هو قول الايه؟ الجمهور. نعم. موجود احنا بس والواجب على العام والخاص الدليل الجملي. يعني السؤال هنا ما هو الواجب؟ هل الواجب نجيب واحد اعرابي او واحد مثلا بيعمل مثلا في مصنع او انسان يعني ريفي بسيط مزارع أو كذا، ونقول له لازم تفصل الأدلة وتعرف يعني اشتقاقها ومصادرها وتعرف الشبهات؟ لا، الواجب على العام والخاص الدليل الإيه؟ الذي إيه؟ لا يعجز عن تقريره وحل إيه؟ شبهه معا أو أحدهما. فعندك الدليل، يعرف الدليل كيف الجملة، لكن لو قلت له كيفية الاستدلال بهذا الدليل أو تفصيل هذا الدليل لا يعرف، هذا يسمى دليل إيه؟ جملة. أو جمل. وأما التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه، فصاحب الجملي هو الذي يصور العقائد في ذهنه وإن لم يحفظ اللفظ، بحيث لو سئل عن المعنى لا يشك فيه. يعني بمثابة إنسان صاحب قضية مثلا في المحكمة وهو يعني معناها في ذهنه، لكن يعجز عن ذكر الألفاظ كده اللي يقنع بها، جاي يجي يتكلم فيروح يخيب في عبارة، فيظن القاضي انه ده وهو على حق، وقد يكون الآخر على بعض، لكن ينمق العبارات كذا ويقدمها ويرتبها فيقنع القاضي به بالباطل. وهذا موجود في الحديث، لعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، يعني القاضي يحكم به بحسب ما يسمع من الأدلة. فقد واحد كذا يسبك كذا دليل ويرتبه يروح يدخله في عقله وهو غير صحيح، لكن بحسب المقدمات والنتائج مبني على شيء أنا لا أعلمها. فقال فإذا قضيت لأحدكم شيئا من أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني بعد أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا في الظاهر كذا الحكم كذا، لكن الحكم الإيه؟ الباطن لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعني هل كل مثلا الذي يجيب أوراق ويجيب مستندات ووثائق وشهود، في احيانا شهود هل معنى كده يكون على حق، واحيانا انسان ما ياتي باي شيء ويكون على الحق 100%. فالمساله كلها مرتبطه ايه؟ الدليل اللي احنا مكلفين به، سواء كنا من العوام او الخواص او الكبار او الصغار، هو الدليل الايه؟ الجمل، اللي هو ان نفهم انه مثلا كده يقول لك لا مش معقول يا اخي يكون كده،
هذا العالم وهذا الخلق وهذا الصنع بدون خالق، فلا بد ان يكون. طب كيف يكون مش ممكن يكون؟ اهو ده الدليل الايه الجملي. يعني يقول لك ايه الدليل على وجود اللي يقول لك هذا العالم هذا الخلق، مع انه يعني ممكن كده يعني يقول لك كده مثلا الخلق ده مش صنع مش فعل. هيقول لك يا اخي طب في صنعة بدون صانع؟ اهو ده ايه دخلنا في التفصيل دلوقتي. لا توجد صنعة بدون ايه صانع، ولا فعل بدون فاعل. ودليله على كل واحدة وجود العالم من غير تفصيل في كيفية الاستدلال او مع التفصيل، لكن يعجز على كل واحدة يعني من ايه من العقائد او على كل واحد. فإن قدر على التفصيل ورد الشبه كان من أهل التفصيلية. يعني إن استطاع إن جبت له شبهة مثلا أو رديت عليه يستطيع أن يواصل الرد معه. نعم. ويستطيع أن يكمل الحديث ويفصل، فيكون من أهل الإيه؟ من أهل التفصيل. نعم. واعلم أنهم اختلفوا في كيفية الاستدلال بالعالم على أربعة أقوال. يعني الآن هنا قالوا كيف، هنا دخلنا في التفصيل عشان نكون من أهل العلم ومن طلبة العلم. كيفية يعني كيفية الاستدلال بالعالم على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا كم قول عندك؟ أربعة. أربعة أقوال. نعم. ها أول شيء. الأول من جهة الإمكان. أي استواء الوجود والعالم. لا أقولهم كيف بالجملة الأول، بالجملة الأول بالدليل الجملي. الإمكان الحدوث من جهتهما معا من جهة الإمكان بشرط الحدوث. نعم. يعني دي أدلة مين دي؟ أدلة المتكلمين والفلاسفة والعقلاء عموما على إثبات الصانع جل جلاله. نعم. في دليل بيسموه إيه؟ دليل الممكن الإمكان. والدليل الثاني يسمونه دليل الحدوث. نعم. والدليل الثالث دليل الإمكان والحدوث معا، والرابع الإمكان بشرط الحدوث. الفلاسفة اختاروا ايه؟ اختاروا دليل الايه الإمكان وجعلوه عمدته، والمتكلمون اختاروا دليل ايه الحدوث. ولا مانع عند أهل السنة من القول بهما معا أو بالأخير اللي هو القول بالإمكان بشرط الحدوث. لأنه الإمكان وحده لا يكفي، هنثبت به الصانع لكن لا نثبت به إيه حدوث العالم، أو لا نثبت أن العالم سبق بعدم، أو نقول بوجود التلازم بين وجود الخالق والمخلوق فننفي عن الله سبحانه وتعالى الاختيار في فعله فيكون فاعلا بالإيجاب، ويؤدي هذا إلى القول بقدم العالم. فالقول بقدم العالم ليس فيه نفي للصانع، فيه إثبات للصانع، إنما الذي فيه هو إيه؟ نفي الاختيار عن الصانع. أولا نتكلم في إيه؟ في دليل الإمكان. نعم. يلا. الأول من جهة الإمكان أي استواء الوجود والعدم، ونظم الدليل عليه أن تقول العالم ممكن وكل ممكن وله صانع. يعني مثلا واحد سأل كيف تستدل بهذا الدليل وهو اسمه دليل الإمكان، نقول كده العالم ممكن. ايه معنى ممكن؟ الامكان يقابله ايه؟ ممكن يعني معناها ليس بواجب وليس بمستحيل. يعني ايه ممكن؟ يعني العالم يمكن ان يوجد وممكن الا يوجد بالنظر الى ذاته. خد بالك، يعني لو نظرنا في اي شيء من العالم مثلا في ايه الجامع الأزهر مثلا، أو في مدينة القاهرة، أو في الكعبة المشرفة، أي أجزاء العالم أو العالم جملة، هل هو كان يمكن ألا يوجد؟ نعم، بدليل أنه لم يكن موجود فوجد،
وبدليل أنه بعد أن وجد سيصير إلى المرحلة التي كان عليها قبل أن يوجد وهي العدم. إذن فالعالم ممكن، فهذه قضية مسلمة، العالم ممكن، يعني ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لما طرح هذا السؤال من أساسه، ولو كان مستحيلا إذن فالكلام فيه لغو. كيف تقول هل يمكن وهو إيه غير ممكن؟ فمعنى هل يمكن يعني أنه ممكن، فإذا كان غير ممكن فلا يقال هو إيه هو ممكن. يبقى العالم ممكن، دي القضية الأولى اللي هي المقدمة الأولى الصغرى. نأتي بعدها بمقدمة كبرى، كل ممكن له صانع. يبقى الأولى اللي المقدمة الأولى العالم ممكن، نأتي بالثانية. يعني مثلا تقول كده العالم مخلوق، بلاش كلمة ممكن، مخلوق. إذا كان العالم مخلوق، شأن المخلوق أي كل مخلوق أن يكون له خالق أم لا؟ لأنه إذا لم يكن للمخلوق خالق فكيف كان أو كيف سميناه مخلوقا؟ يبقى إذن كل مخلوق له خالق، كل مصنوع له صانع، كل مفعول له إلى آخره. يبقى القضية الأولى إلى المقدمة الأولى الصغرى العالم ممكن، في نزاع عليها؟ نزاع، لأنه من ذاته يستوي فيه الطرفان الوجود والعدم، فهو ممكن. كل ممكن له صانع، نحذف الايه المكرر الحدين الوسط، يعني ممكن وممكن. فإذا حذفنا كده العالم ممكن، شيل كلمة ممكن وكل ممكن نشيلها، اصبح ايه العالم له صانع. ده قياس بسيط من الشكل الأول. بمعنى ايه؟ هديك مثال ثاني تفهمه. انت مثلا في طالب دخل الامتحان، فواحد يسألك الطالب ده ناجح دخل الامتحان لسه لم تظهر النتيجة، هل الطالب ناجح ام لا؟ فتعمل انت كيف تستدل على انه الطالب ناجح؟ فلسه ما عرفناش النتيجة، لو عرفنا النتيجة ما في داعي للاستدلال. ما هو شوف فتقول كذا، تسأل الطالب ده اللي انت بتسألني عنه مجتهد، يعني كان مجتهد ويتابع الدروس ويذاكر ام لا؟ فاذا كان الجواب بنعم يبقى كذا سلمنا انا وانت انه طالب مجتهد. اروح انقل للقضية الكبرى، اقول طب المجتهد ده شفت عمرك واحد مجتهد ومذاكر وحافظ يرشق؟ يبقى هنقول له ايه كل مجتهد ناجح، سلمنا بالايه بالكبرى. يبقى نحذف الحدين الوسط المكرر، يبقى اذا الطالب ناجح. يبقى كيف وصلنا الى نجاح الطالب؟ برفض الايه ترتيب معلومات، شوف كده ترتيب معلوم فاكثر ما ايه ترتيب امور معلومه للوصول الى مجهول، المجهول اللي هو ايه اللي هو النتيجه. فنقول كذا الطالب مجتهد وكل مجتهد ناجح، فالنتيجة الطالب ناجح. أديك مثال آخر، أقول لك كذا إيه القرآن ده كلام الله، يعني عارفين كده قديم ولا حادث، أنا مش عارف الحكم مش عارف النتيجة، فأروح أجيب له المقدمات فأقول له القرآن كلام الله، هو يسلم بهذا ولا لا يسلم بهذا؟ فأقول له كلام الله قديم، كل كلام الله قديم، يبقى النتيجة إيه؟ القرآن قديم. وهكذا نجي طبعا مثال آخر، نقول مثلا إيه التوحيد مثلا إيه علم إيه من العلوم الدينية، وكل علم ديني تجب دراسته، يبقى النتيجة إيه؟ التوحيد واجب إيه؟ دراسته. وهكذا قس، يبقى العالم إيه؟ ممكن وكل ممكن له صانع، فالعالم له صانع.
وهذا هو التحقيق كما قال البيضاوي رحمه الله. الثاني من جهة الحدوث أي الوجود بعد العدم. إيه الفرق بين الحدوث والإمكان؟ الإمكان يعني استواء الطرفين، يعني يستوي وجوده مع عدمه فهو ممكن في ذاته. أما الحدوث معناه وجوده بعد العدم. فإذا سمعت كلمة الحدوث يعني معناها الوجود بعد العدم، يعني كان بعد أن لم يكن حادث. حتى في صفحة في أو جريدة بيسموها هي صفحة الحوادث. إيه معنى الحوادث؟ يعني الأشياء التي لم تكن فحدثت. حدث دليل على أنه إيه؟ قبل حدوثه لم يكن. هذه كلمة معروفة. فالحدوث معناه إيه؟ الوجود بعد العدم، أو سبق العدم على إيه؟ على الوجود، أو الابتداء الأولين. فكل ما ابتدى أي ما ظهر وله أولية فهو إيه؟ فهو حادث. ما قلنا قبل كده ممكن وليس الحادث. لا، ده موضوع تام ما دخلناش فيه تعصفات. ده هو إياك تتكلم فيه الوقت صعب. ورغم الدليل عليه أن تقول العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع. يعني كده العالم حادث. طيب إيه معنى حادث؟ يعني العالم وجد بعد العدم، يعني وجود العالم مسبوق بالعدم. طب خدناها منين دي؟ جايز واحد ينازعك في حدوث العالم، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وأنت لم تكن موجودا قبل خلق العالم حتى تحكم أن العالم سبق به بعدم. فنقول له في دليل عقلي اللي هو ايه؟ التغير. فالتغير هو سمة به الحدوث. وذلك بينظموها في دليل آخر فيقولون العالم متغير وكل متغير حادث، فالنتيجة العالم حادث. فإحنا بدأنا من النتيجة دي وجعلناها مقدمة صغرى. العالم حادث وكل حادث له صانع، أو تقول كده وكل حادث لا بد له من محدث. المحدث يعني هو إيه؟ الصانع. وهذا عملة أكثر المتكلمين. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه. لا، في دليل أصرح. يعني هناك يوجد في القرآن الكريم الإشارة إلى دليل الحدوث وإلى دليل الإمكان أيضا. أين الإشارة إلى دليل الحدوث في القرآن الكريم؟ الناس اللي حافظين الله يبدأ الخلق، يعني هل الخلق كان موجود ولا في له بداية؟ كما بدأنا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق. معنى بداية الخلق يعني إيه؟ وجوده بعد العدم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ. كل هذه الآيات تشير إلى أن الخلق له بداية، فهذه إشارة واضحة إلى دليل الحدوث. نريد إشارة إلى دليل الإمكان. ده حدوث، ده الحدوث. أنشأها أول مرة. بل إشارة إلى دليل الإمكان في قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، لأنه يعني معناه هنا إيه؟ هو غني، يعني لا يحتاج إلى إيه؟
إلى غيره. أما الممكن هو الذي يحتاج إلى غيره لأنه لا يستمد أو لا يعطي. يعني مثلا هو ممكن يعني يستوي فيه الطرفان. فمن أين أخذ أو استمد الممكن وجوده؟ ليس في العقل إلا أقسام ثلاثة: الواجب والمستحيل وهو الممكن. فإذا كان افترضنا أن الممكن استمد وجوده من المستحيل، ده عقلا باطل أو قليل، لأن المستحيل لو كان ممكن أن يعطي الوجود للممكن لأعطاه لنفسه، وفاقد الشيء لا يعطي. هذا دليل على أن الممكن لم يستفد أو لم يستمد وجوده من المستحيل. إذن فلم يقدر. لو استمد وجوده من نفسه الجدور، إذن لم يبقى إلا أن يستمد وجوده من الواجب. إذن فالواجب لا يحتاج والممكن يحتاج. فهذه هي الإشارة. والله الغني، يعني الله لا يحتاج إلى عباده، والعباد أو الخلق كلهم محتاجون إليه. طب لما كل الخلق محتاجون، فلماذا خص الله تعالى الناس؟ يعني مثلا لم يقل يا أيها الملائكة أنتم فقراء، أو أيها الجن، إنما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء، يعني أنتم المحتاجون. كأنه الأسلوب هنا أسلوب إيه؟ أسلوب حصر، يعني قصر. كأنه يقول لهم أنتم المحتاجون دون غيركم، يعني كأنه ما فيش في الخلق حد محتاج إلا أنتم. وهذا إيه؟ خلاف الواقع، لأن كل ما عدا الله تعالى محتاج إليه. إنس، جن، ملك، عرش، شيطان، إنسان، كل الخلائق محتاجون إليه. يبقى هنا القصر أو الحصر الذي في الآية ليس قصرا حقيقيا، وإنما هو قصر إيه؟ من النوع الإضافي. بمعنى أنه لما كان الناس في الحاجة أشد المخلوقات، قصر الله تعالى هذا الاحتياج عليهم أو الفقر وحدهم. ليه؟ لأنهم يعني مثلا حاجة الملائكة في إيه؟ إلى الله تعالى في الخلق، في الإمداد، في البقاء. إنما احنا حاجتنا في كل نفس من الأنفاس وفي كل وقت من الأوقات، فنحن أشد الخلائق حاجة، فقصر الله تعالى الاحتياج، مع أنه غيرنا أيضا إيه؟ محتاج، لكن إحنا بلغنا في الاحتياج الذرة. يعني أصبحنا إحنا يعني أفقر الفقراء وأضعف الضعفاء وأحوج المحتاجين. معناه وهذا عمدة أكثر المتكلمين. الثالث من جهتهما معا، ونظمه العالم ممكن حادث، وكل ما كان كذلك فله صانع. يعني سواء العالم ممكن أو حادث، أو ممكن وحادث مع بعض، فالممكن لا بد أن يكون له إيه؟ صانع، والحادث لا بد أن يكون له إيه؟ يبقى إذن الدليل واحد. نعم. بس كل ما في الأمر جمعنا إيه؟ الحدوث مع الإيه؟ مع الإمكان. طيب السؤال هنا، لماذا اختار الفلاسفة دليل الإمكان دون دليل الحدوث؟ لأنه دليل الحدوث لا يصرح بإيه؟ دليل الإمكان لا يصرح بإنه العالم مخلوق. وكل ما في الأمر دليل الإمكان يثبت أن العالم محتاج إلى صانع، إلى الله تعالى في إيجاده، لكن لا يثبت أن هذا العالم سبق بعدم. يعني عاوز يقول لك هناك تلازم بين وجود الخالق وبين وجود المخلوق، فطالما وجد الخالق فيوجد المخلوق، وليس بينهما سبق عدم أو تقدم أو تأخر، في تلازم، يعني علة ومعلول. خالق ومخلوق. خالق ومخلوق. يعني معناها ينفي إيه؟ سبق العدم. يعني صحيح العالم محتاج إلى الله تعالى، يعني معناه هو ممكن، لأنه لولا الله تعالى لا يوجد العالم، فالعالم من جهة الإمكان محتاج إلى صانع. ولكن هل معنى هذا أن العالم ده مسبوق بعدم؟ لا.
هل معنى هذا أن له بداية؟ لا. هذا ما سكت عنه الفلاسفة، فأثبتوا الصانع ونفوا عنه الاختيار، فعندهم فاعل بالإيجاب، يعني أنت خالق لازم تخلق، لازم يكون معك مخلوق، إله مع عابد ومعبود وهكذا، يعني في تلازم. ده اسمه دليل ليه الإمكان. الأخير من تم يا قلب قدمي على حياتك الكلام فيه. أحسن حاجة يعني أحسن حاجة لا نجيب. الرابع من جهة الإمكان بشرط الحدوث ونظمه كالذي قبله، وإنما الفرق بينهما أن الحدوث أخذ جزءا في الأول وشرطا في هذا. فتأمل. يعني الدليل الثالث اللي هو بشرط الإمكان والحدوث معا، والدليل الرابع به بشرط الحدوث. ما الفرق بينهما؟ لا فرق إلا أن الحدوث جزء في الأول وشرط فين في الثاني. نكمل. واعلم أنه لا بد لكل شارع في فن أن يعلم مبادئه العشرة، وإلا كان شروعه من غيرها عبثا. يعني لازم لما نشرع في فن أو في شرح أي علم نعلم هذه المبادئ العشرة التي جمعت في قول الشاعر: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. كم حاجة ايه العشرة؟ حده قول حده على وهي حده وموضوعه وواضعه. خلاص قول حده. الأول حده علم يعرف به ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز، وما يجب للرسل وما يستحيل وما يجوز. يعني حده يعني تعريفه بالحد. والحد إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. يعني لما نجي نعرف كده يقول لك حد كذا، يعني عرف كذا. اذكر حده علم يعرف به. قول. علم يعرف به ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز. طيب هنا الشيخ قال علم يعرف به، واحنا فاكرين لما عرفنا وذكرنا في الخريدة عن تعريف علم التوحيد قلنا علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، أو ده التعريف ثاني كده. علم يقتدر به أو معه. طيب الأصح أو الأحسن أن نختار يقتدر به ولا معه. إيه معنى؟ أول حاجة إيه معنى يقتدر به؟ سيبك من إيه معه أو به. معنى الاقتدار يعني وجود القدرة التامة، يعني يكون عندك قدرة على الإثبات فيما تحتاج فيه إلى الإثبات، أو نفي فيما تحتاج فيه إلى النفي. طب لما قلنا يقتدر يعني وجود القدرة، يعني حصول القدرة على إيه؟ على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. لماذا قلنا اليقينية؟ لأنه لا بد في العقائد من اليقين، لا يغني فيها الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب معه أولى من به، يعني لما نجي نعرف احفظها الآن أو خذها حتى لا تنسى، أن تقول في التعريف علم يقتدر معه. ليه؟ معه أولى من به لأنها تدل على المصاحبة الدائمة، لأن القدرة على الإثبات تصاحب هذا العلم، وهذا أحسن من به. فإذا قلنا يقتدر معه إذا معناها عند قدرة تامة مصاحبة لهذا العلم، فإذا وجد فهذه القدرة مصاحبة لك تستطيع بها الإثبات. الله الله. يبقى أفضل كلمة إيه؟ معه. معه من كلمة به. في حاجة لا، وفي حاجة تانية المائية فيها المصاحبة. أما به يبقى معناها إيه؟ يعني بسببه. كده علم يقتدر به يعني بسببه،
وخذ بالك لما نقول معه يبقى بننفي هذه السببية، لأنه حتى لو وجدت فلا يراد بها السببية الحقيقية، إنما المراد الترتب العادي، الربط العادي، لأن السببية الحقيقية هي هداية الله سبحانه وتعالى، مش وجود هذا العلم وغيره، فما في سببية حقيقية، إنما في ربط عادي. خلاص كده؟ نعم. طيب لما جاء قال كده خذ، نعم، يعني ربط عادي مش ربط عقلي، بمعنى إنه يحصل وجود هذا العلم فيكون عنده أو به مثلا أو في مصاحبة القدرة على الإثبات، هذا الربط. ولكن قد يوجد أعلم العلماء أو أفصح الفصحاء ولكن لا يستطيع إثبات شيء، وقد يثبت مع عدم وجود الربط يكون عاديا، لكنه مثلا. المهم هنا أخذ بالك من الفرق بين كلمة به وكلمة مع. فهمنا يعني احنا قلنا بلاش كلمة به عشان ما لا توهم السببية الحقيقية. عندما قال يقتدر معه على إثبات، طيب لما قال على إثبات يبقى معناه احنا عاوزين نثبت عقيدة معينة او نثبت مسألة معينة، طيب لماذا لم يقل على تحصيل؟ يعني معناها إذا وجد هذا العلم فنحن نحصل مسائل العقيدة؟ لا، هي محصلة وموجودة بالشرع قبل وجود هذا العلم. ولذلك بعض الناس لا يفرق بين علم العقيدة وبين علم الكلام، هما علمين مش علم واحد، لأنه علم العقيدة محصل من أدلة أو من نصوص الكتاب والسنة، إنما علم الكلام ده أدلة عقلية، يعني سياج حماية لعلم العقيدة. يبقى إذن العلم ده اللي يقتدر معه أو به اللي هو علم الكلام، إنما علم العقائد تحصيله من النصوص الشرعية، من أركان الإيمان. يبقى إذن هذا هو السر عندما قال على إثبات وليس على على تحصيل، لأن الإنسان يحصل العقائد من الكتاب والسنة والإجماع ولا يحصلها من هذا العلم، لأنه 90% أو حتى 99% لا يعلمون هذا العلم والعقائد عندهم محصلة، لكن إثباتها ورد الشبهات عنها ليس حاصلا عندهم. اللي حاصل عندهم وجود العقائد، العقائد موجودة، لكن هل يستطيعون الكلام في أدلة إثباتها؟ لا، ده قضية ثانية. يلا. وموضوعه ذات الله. الآن عرفنا حده وما موضوعه وموضوعه ذات الله وصفاته. طه. وواضعه. وواضعه الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية الوضع العلم ده، أما السلفية والوهابية لا دخل لهم به. أي الذين دونوا كتبه وردوا على المعتزلة، وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم الآيات، وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني أقول لك المسائل وما دون في هذا العلم، وليس التوحيد بالمعنى الاعتقادي، فهذا هو عقيدة أو جاء به جميع الأنبياء من أول سيدنا آدم إلى آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حكمه الوجوب العيني للدليل الإجمالي والكفائي، أي بالدليل التفصيلي. يعني معناه أقول لك حكم تعلم هذا العلم فرض عين بس بالدليل الإجمالي، وفرض كفاية بالدليل التفصيلي. يعني عاوز أقول لك على كل المكلفين فرض عين. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دمع مهماتك ومداد البلد.
نعمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Thank you.